بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالإخوة الكرام مرة أخرى إلى كتاب بيليغ إي كومبخوندغ، ونستكمل مع ليزيبوبوطام كما رأينا. إذا نتكلم عن فرس النار، طبعا انتهينا عند هذه الفقرة. أو ليزيبوبوطام إيل سون فيني لوغ سوماي جي بور مون بابا إيل نو سون با ميشون ريبون بابا إيل نو فو با أفوار بور. Nous devons simplement nous éloigner, car en s'approchant de nous, les hippopotames pourraient, sans le vouloir, nous faire chavirer. Tuma Donga a confiance en son papa. Et Donga a confiance. Et Donga a confiance. طبعا لا كونفيونس الثقه. اذا عندنا هنا افوار كما تنشوفوا متبوع باسم، اذا يفيد الملكيه. دونغا عنده كما نقول يملك، يملك ماذا؟ كونفيونس ثقه. اون سون بابا في ابيه، اون سون بابا في ابيه. اذا طبعا عندما قال له اباه بانه علينا الا نخاف، فقط علينا ان نبتعد عنها حتى لا تقلب هذا القارب أو تزعزعه بدون شعور منا، لكنها لن تهاجمنا وليست بحيوان شرير. دونغا أ كونفيونس أون سون بابا. إذا دونغا هنا كانت عنده ثقة في أبيه، أنه واثق بكلامه. إل نا بلي بور، إل نا بلي بور، عندما سمع هذا الكلام إل نا بلي بور، إذا هو لم يعد عنده خوف. مي إل سيرفي، ولكنه يراقب. لا سيرفيونس مراقبة. مي إل سيرفي، ولكنه يراقب. مي إل سيرفي دي زيو لي غرو زانيمو، لكنه يراقب أو يلاحظ. دي زيو، دي زيو لي غرو زانيمو، طبعا غتكون عندنا هنا مي إل سيرفي لي زيو دي غرو زانيمو، غتكون عندنا هنايا مي إل سيرفي les yeux des gros animaux. لكنه يراقب أعين الحيوانات الضخمة. mais il surveille les yeux، les yeux ماشي des yeux. طبعا ممكن يقول mais il surveille des yeux، هو يراقب، هو يراقب أعينا. عندما هو يراقب أعينا تكون هكذا، نتكلم هنا عن أعين غير معرفة. mais il surveille des yeux، هو يراقب، ولكن هو يراقب أعين، إذن هي غير معرفة. ثم نقول لي غرو زانيمو، يعني هاد لي بحال تنقولو ال، في حين يلزمنا هنا أداة ربط. إذن نتكلم عن الأعين الخاصة بهاد الحيوانات. إذن عندنا هنا مي إل سيرفي دي زيو، إذن هو يراقب أعينا، ثم لي غرو زانيمو الحيوانات الضخمة. إذن يأتي الكلام ناقصا كما نلاحظ. الأصح أن نقول مي إل سيرفي لي زيو، ثم هو يلاحظ الأعين، أعين من؟ دي غرو زانيمو، أعين الحيوانات الضخمة مثلا، أعين الحيوانات الضخمة. لي زاغونيفل، إذا نتكلم على لو فيرب غونيفلي، غونيفلي. لي زوطخ باي، طبعا هنا عندنا لو فيرب باي فعل تتأبى. لي زوطر باي، إذا الآخرون أنهم يتتأبون. طبعا نتكلم هنا عن الحيوانات التي رآها دونغا أنها تتتأب. أون بوسون أن لون سوبير، يعني دافعة، دافعة أنها تدفع. الدفع يكون من خلال الصوت الذي تخرجه هذه الحيوانات. أن لون سوبير تدفع تنهدا طويلا. لو سوبير المقصود به التنهد، تنهد يعمل هكذا هكذا. إذا كما نقول بأن هذه الحيوانات أن تدفع هذا الصوت ليخرج من خلالها. لي زوطخ باي أون بوسون، إذا الأخرى أنها تتتأب. أون بوسون أن لون سوبير، أن لون سوبير دافعة، المقصود هنا كما نقول مخرجة. أن لون سوبير كما نقول تناهدا طويلا. دونك ا تخوف سي زيبوبوطام تخي زاميزون.
Donga trouve ces hippopotames très amusants. Et dans Donga Yajid, ces hippopotames, Fiel Yajid Omeda, très amusants. Comme on a dit, un Yajid Moussellia. Donga trouve ces hippopotames très amusants. Comme on a dit, un Donga Yajid, Donga Yajid, مقصود أن وجد مدى سيزيبوبوتام تريز أميزون. إذن هو وجد هاد الحيوانات هاد الفيالة الخاصة بهاد البحيرة جد مسلية. ما يل بونس أوسي كيسون تخلي. ولكن هو يظن أو يعتقد أيضا كيسون تخلي بأنها جد قبيحة. يرى منظرها جد قبيح. Et qu'ils sont très sales, ou bien jid mutassira. Comme nous l'avons dit, et qu'ils sont, ou bien très sales, jid wasikhin, mutassikhin. Nous avons dit qu'ils sont très sales, et qu'ils sont très sales. Et qu'ils sont très sales, ou bien jid wasikhin. Car, la boue, tâche leur dos et leur poitrail. Car la boue, l'anna al-wahel, l'ris, dit l'art, dit ce mal à boue, et de ma yachtariat l'ma b'turab, yu'atina wahel, et de n'tklem à la boue. Car la boue, l'anna al-wahel, tâche, anna ho, anna ho dir bouqa, bouqa fin, tâche leur dos, tâche, taba l'adna le verbe tâche, ou mine kalimat, طاش يعني بقع. كما نقول بأنه يبقع الوحال يعمل بقع. فين تعمل هذا البقع؟ لوغ دو. أنه يبقع كما نقول ظهورهم، ظهور الحيوانات. طبعا لو دو المقصود به الظهر. إذا هذا الوحال أنه عامل بقع على الظهر ديال الحيوانات. إي لوغ بواتخاي ثم على صدورها. بالنسبة للإنسان نتكلم عن بواتخين الصدر، أما بواتخاي فنتكلم عن صدر الحيوانات. إذن كما قلنا دونغا أ كونفيونس أن سون بابا إل نا بلو بوغ، مي إل سيرفي لي زيو دي غوز أنيمو لي زاغ أونيفل لي زوطخ باي أون بوسون ألون سوبيغ. دونغا تخوف سي زيبوبوطام تخي زاميزون، مي إل بونس أوسي كيل سون تخي لي إي كيل سون تخي سال، كار لابو تاش لوغ دو. Et leur poitrail. Le papa de Donga agit de plus en plus vite, c'est pagué. Le papa de Donga agit de plus en plus vite, c'est pagué. Le papa de Donga, Eb Donga, le papa de Donga agite de plus en plus vite, c'est pagué. Et dans Eb Donga agite. Dans le verbe agiter, il y a harraka. Agit, harraka. De plus en plus vite. Akter fa akter sera. Akter fa akter sera. كلما هو اقترب كلما هو اسرع. سي باغي اصبح يحرك بسرعه. سي باغي مجادفه. مجادفه المجدف الذي يدفع به القارب من خلال دفع الماء الى الوراء. لا بيغوغ فيل كوم لوفون. لا بيغوغ هذا القارب فيل. فيل يعني انه يسريع كوم لوفون. يسريع مثل الريح. La pirogue file comme le vent. عندما أصبح الأب يحرك المجداف بسرعة، إذا طبع القارب سيسرع. سيسرع وسيصبح مثل الريح. إذا la pirogue file comme le vent bientôt وقريبا سريعا elle est loin des hippopotames. ثم سريعا كما نقول elle est loin des hippopotames. في وقت قريب هي بعيدة. نتكلم على القارب. لا بيغوغ كلمة مؤنثة. إلي لوان إذا هي بعيدة. إذا هذا القارب بعيد. دي زيبوبوطان بعيد عن فرس النار. لو إيغو دوفوني كالم. ثم الماء أصبح من جديد كالم هادئا. فمن جهة فهو هادئ لأن الأب لن يسرع بالمجداف ويكون هناك حركة فوق الماء وبالتالي يكون هناك الصوت. ثانيا انهم سيبتعدون عن اماكن هاد الحيوانات التي طبعا تتحرك في الماء وتحدث ضجيجا. اذا لو
et redevenez calme. Et de l'ma, asbaha min jadid, hadi. Le cœur de Donga bat plus vite. Et dans taban qalb Donga, yadrib akhtar sara. Yadrib bisara akbar. Le cœur de Donga bat plus vite. Taban adnana le verbe battre. Adnana le verbe battre. يضرب أو قرع. Le cœur de Donga bat plus vite. إذا قلب دونغا أنه يقرع أنه يضرب يخفق بسرعة. Le cœur de Donga bat plus vite car il sait que son papa va lui prêter une pagaie et qu'il va lui aussi, comme un homme, faire avancer la pirogue sur le vaste lac. Sur le vaste lac. إذا لماذا كان يخفق قلب دونغا ليس خوفا من الحيوانات ولكن لسبب آخر car il sait que son papa لأنه يعرف بأن أباه طبعا عندنا لو فيغ سافوار كما قلنا car il sait لأنه يعرف que son papa بأن أباه va lui prêter طبعا prêter تنعرفوها هي سلف ولكن prêter أيضا تتعني أنك تعطي شي حاجة لشي واحد أنك تعطي شيئا إذن هنا ماذا سيعطيه car il sait que son papa لأنه كان يعرف بأن أباه va lui prêter سيعطيه كما قلنا هنا عندنا va prêter إذن كما نقول سيعطي تنتكلم أحيانا عن le prêt القرض القرض أنك تقترض مال هنا طبعا نتكلم عن prêter de l'argent أنك تقرض مالا ولكن هنا المقصود بأنك تعطي شخصا كأنك تسلفه هذا الشيء دونك طبعا هنا كان قلبه يقرع كإلسي لأنه كان يعرف كو سون بابا بأن أباه فالوي بخيطي سيعطيه كما نقول بأنه سيسلفه هنا عندنا لو فيتور بروش عندنا لو فيرب علي ثم عندنا لو فيرب بخيطي هنا في الأصل عندنا فا بخيطي كما قلنا يعني سيسلف أو سيعطي كإلسي كو سون بابا لأنه كان يعرف بأن أباه فالوي بخيطي سيعطيه اون باغي اون باغي كان فرحان وكان القلب ديالو تضرب لانه تيتسنى باش يعطيه الاب ديالو حتى هو ميجداف كو سون بابا فا لو بريتي اون باغي اي كيل فا لوي اوسي كوم ان نوم فير شوف هاد فا شوف فير فين كاينه فا فير هاد الكلام كله جانا زائد هنا للتوضيح فقط اما الاصل فنقول اي كيل فا فير افونسي La pirogue sur le vaste lac. وبأنه سيعمل على تقدم. Et qu'il va faire avancer. وبأنه سيعمل على تقدم. طبعا le verbe avancer أنك تقدم شيئا. Avancer. نقول لأشخاص مثلا avancer. Avancer. تقدموا. تقدموا إلى الأمام. إذن et qu'il va faire avancer. وبأنه سيعمل على تقدم. La pirogue. La pirogue. يعني هاد القارب إذن هو طبعا اللي غيعطيه الأب ديالو هاد المجداف إذن هو اللي غيبقى يحرك القارب للأمام سور لو فاست لاك على البحيرة الشاسعة نقول عن شيء بأنه فاست يعني أنه شاسع أنه واسع نعود لهذا الكلام الذي عندنا هنا إيل سي كو سون بابا هو يعرف بأن أباه فالوي بخيطي أون باغي فالوي بخيطي أون باغي أنه سيعطيه مجدافا إكيلفا وبأنه وسا مازال ما قلناش مازال ما كملناش كيلفا فيغ بأنه سيعمل بحال عندنا هنا بأنه سا لوي أوسي بأنه هو أيضا كوم النوم مثل رجلين المقصود هنا مثل رجلين واثق من نفسه فيغ أفونسي وبأنه هو أيضا هو أيضا نفسه كوم النوم مثل رجلين فيغ افونسي اذا هو سيعمل على تقدم لا بيروغ سور لو فاست لاك سيعمل على تقدم هذا القارب على هذه البحيره الواسعه المقصود هنا بان اب دونغا سيعطيه المجداف حتى يعمل على تقدم هذا القارب هذا الطفل سيصبح عنده شعور وكانه مثل الاب ومثله مثل رجل كما نوم مثل رجل كبير عاقل إذن كأنه يتحمل مسؤولية
السير قارب. إذا سيحس بهذا الإحساس، لذلك كان قلبه يضرب. لو بابا دو دونغا أجي دو بليز أون بلي فيت سي باغي لا بيروغ فيل كوم لو فون بيانتو إلي لوان دي زيبوبوتام. لو هيرو دوفوني كالم، لو كور دو دونغا با بلي فيت كار إل سي كو سون بابا با لوي بريتي أون باغي إي كيل فالوي أوسي كوم أن نون فير أفونسي لا بيروغ سور لو فاست لاك. نستكمل مع بقية القصص في الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.